كم أول مواقف طريفة والله شوف ذبحتوا خروف ونحاش خروف ونحاش قد صارت واجد صارت واجد صارت مثل دلي جلست أنا ألحقه ولا جلست ألحقه وكان شمس عرفت إيش كلام ويذبح شوي خروف بعدين ينحاش ما قبل لا نذبح كنا ناويين عليه والله انطلق ولقيته لا والله انه راح بس راح مره مره اي طبعا الموقف ما تعود الموقف انا ما انساه طبعا انا اركض انا وراها انا واخوي بعد ما رجعنا طبعا احنا طلعنا اكرمكم الله بدون حديان بدون اي شيء الحق ما تلحق اي الحق ما تلحق كانت الشمس حاره يو حاره رمضة اي رجعت والله رجولي من تحت متبخه فيها مويه من كثر الركض اي الركض حافي اي وعلى خفيف وعلى مو بسري اسفلت 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 والله اني جاي اترك ولا ولا تجابه لا والله ما جبته بالاخير لا انا اللي جبته ولا الاخوي اللي جاب